السلام عليكم. تمني غمار المتتبعين نضور سيتي النغ أذيرين مليح وفوق المليح إن شاء الله. قسانا مؤخرا ندور نتسري خطاس الفجيعات توقيع ذي المغرب وبالضبط رخو مؤخرا نسري ذي هندين تنالا وقع يجن الفجيعة الطم قلانت وانو مشان نتسري منايات ونتسري الدير غاب نتسري الدي باري المغرب خون سري الدين نضا إجن إخدم نتواياج ذي المؤسسة بنو حازم يغتصب إجن الطفل القاضي الخامسة من أي ذوري الساقود زي سبعدان تنبه الوالدين أضحضان طاروان سن أضغزان أكومي قوان من يتاحن من يوتيحن أضن راقبن ما شوي توقيع شمانيا وما شوي تكثاري شمانيا الخو أنفغ المواطنين تندين تنظى أثن السقسة مين استهجن شنو دقم ماركات يتغتصب نحن إمزيان وتحياتي مرة المتتبعين نضور سيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحقيقة الحديثة يوقع نغاون قاروية ذي حق الاعتداء خو حنجانية مزيان يقان ذي مدرسة ابن الحزم تجيج التأثير ذم قرن ذي المجتمع غنغضة ذي النظانية والحديثة أمثين تتي خميني تستهدف في جن وحنجا ذم زيان قاصر قصيدي استوفار الأمن قصيدي استوفار يعني التحضيض تسبع ذخ العقد النفسية تسبع ذخ كل ما هو خطر نفسي تحاول ما امكن هذه يندمج ذي المجتمع النصام الزيانه كيم حضانه كيم الدكان نسك الجيران النص ما حدا غاسي لجن قبيليه ذي لجن معنويه تم قرنت ما حدا تيوشي ثغوري النص ذونا انت فانه ذي لجن فئه تستهدف حنجاري مزيانه ترصد صن عن قرب مع الاسف عن قرب نقارث عن قرب لانه منايا شماثي تيري ذي فاميليا سنيود سن يتيري ذي الجيران سنيود سن وكحنجارة ذي مدرسة ابن الحزم التفيت ذي الحارس المدرسة يتغو ذي جات تسمى الحارس القارس حارس غي اسم النس نقى حارس يعني أعساس ولكن ذي تتيش تعتبر أولا ذي خدمة النس يخون الأمانة ويقيم بوذا أعساس يخون الأمانة ويعد داخل جو حنجار ضام زيان قاصر ويسيقذ يسيد في الرعب ذي العائلة ني حنجاني مزيانون ويسيد في الرعب حتى ذي حنجاني مزيانون يتغم مثلا توفار يعني يجن الرصيد يجن تراكم الامن ذي الاستقرار ديال المدرسه ني ماشي ما مش جدايا شري شنو تمزيم عاش الجار بخويا فافي عاش حفظ سي دار شنو تقم ماركات الخوي تغتصب ني حنجاني مزيان في نظرك شك من العقوبه يستاهل النظر انه الاعدام الاعدام ديريكت ويسقع الهاد ديريكت هو بيوقع ما وجيت تبوظ حرامين ما وجيت تاع حنجره مزيان قح شو ما قع الاعدام الوقت هذه نجا يحفظ ربي وقد وقع عندنا ني طنجة وقد وقع نظي النضاعة يكثر من يا وا لا الاعدام الاعدام اخويا فوف اش معنى كي تجي القاضي الاعدام ديريكت هادشي الجاب فوفي الدنيا هاني يوم اش يحفظ سيدي ربي لا حمد الخو ذي الفجعة غنخو ذي الوقت ذي سنخو ذي نثال حالة زمانك ذيني العقبة الأولى على حسب أذقن إما المؤبد حبس مؤبد ديني العقوبة الثانية دار انتقضي انت الإعدام هما الإعدام ديريكت استجتنين نحويش إما يعني المؤبد نغمشي الصديقينو الإعدام هي دار شو نشين دي يعرف تغو ما سمن سر دقن الفجيعات وين الخو نفهم ولو الطس نحويش دي توقيعا عما يعني ما تغن تسريه نو شو ينا يخسن على يعني الإعدام زداد جلي عدم تصبني حنجاني مزيان في نظرك من عن العقوبة في استهد ش من ذاك غاني غوما تقان توري تماني رطس دي المغرب ويفد غان تقا غان نظارة بعدا من ذاك غاني العقوبة نسنقشي نخسس نتفضي استغي ضانا ومين من ذاك غاني هتفذني بوركي نهارا ثوق عاسي وحنجاني نهارا هي وشة توقعية ثمثنا يفاميليا غوز ماذا تسمي غاي وقعان تفماذ تقي تحي تماني غزات تفماذ ومشكل مرة ونعقب ونقبوش العقوبة شنو المشكلة يوقع عند ينشيني النظر هذه راح هذه ماني الشغر فهمت هاد كان يوضن غنيك فهمت هذه ماني الشغر يوضن ما رد دورنا من فهمت يخصص العقوبة أتزامن كيس نغيق الحكومة دونيت يعني شنو تقنوا على نيوذين يخصى التعاقبون شن العقوبات قاسية بكي مرة خل خطأ يعني يغتصب طفلني يعني يغتصب دي الطفوله نت يعني ينغز مال الاحلام نت ولهذا ماشا تلك الامر وتمعوذ ان شاء الله نغني خصها هذه نموذج ينغني هذه ما حكمش عقوبات قاسيه جدا الحق نت باش هذه مثال ينغني يجي عبره تبقى باش يوذن وتعاود ان شاء الله نفس الجريمه فكي جريمه يتقص حطاش وخصوصا مرات كثر غنضي منطقه النظر
التس هذه وقع هذه وقع التس مش سكن يسوق هذا التس بوكين شين من تقي النضاء غان غيوذان وغير مبيا التس الوالدين سكن ضاون سغان مزيدة تولد يعني واحد غان مش تيرين ضحية ضحية يلوحوا شبكو زمان تسمي ديوذان بوكي قصحنا التس الإجرام يتقنوا بوكي ونيش نوا السلام عليكم شاء خوما نتمنى مليا ان شاء الله واخا يتيريش هذه النضوة هذا نيتا نشي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ويتيريش مليا السوق الصراحة مليا يعني واني تخصص المؤبد باش يعني تقيم العيب راه ينغني باش ينغني هذا وقذن يعني ما تقنبو نفس الاخطاء اي تقوانيته نتمنى ان شاء الله الوالدين مار هذا خضن تعاون سنخمانه يا خاصنا نقول يعني خويا السوق قدر حال الصراحه ني وثقين بوتيك كثر خو ومانا يا بزاف عاود يحل جاني مزيان الصراحه بزاف ينتسرى مؤخرا بزاف وا يعني كاد واحد جا معقد ونتمنى ان شاء الله مانا يا ويتيري شخص قدان ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله روح وشي تقن مانا يا طوار رباني ان شاء الله إن شاء الله. أنا بالنسبة لي كيستاهلوا الإعدام ماشي حتى الإعدام خصهم يتعذبوا عادي يتعدموا أنا هادشي اللي كان اللي بالنسبة لي أنا اللي غيقدر يبرد لي الغدا ديالي فهمتي حيت هادشي هذا ما خصوش يدار راه بزاف راه والله إلا المنكر أقسم بالله راه ولينا كنشوفوا شي حوايج راه بحال كتقول علامات الساعة بدات تتبان الكوبرا ولا ما عرفتش شي حاجة بحال هكا لأن التعذيب خصهم يتعلقوا بعدا الحمد ديالهم اي حاجه المهم خصهم يتعذبوا مزيان يعني خصهم شي تعذيب مزيان عاد الاعدام لان بحال هذوك الماركات بالضبط ما خصهمش يبقاو على وجه الارض باش نكونوا واضحين الانسان خصو يكون محترم الريسب شي شويه هادشي اللي كاين ماشي ما مش نسن بلي مدرسه ابن الحزم عما سوق السري انه يوقع عليه شان الصداع يعني يوقع عليه شان تصادم جاري محضان الاداره نغجر جاي محضان المجتمع القريب بالمدرسية ولكن من يفجأ نغي قال حارسة نقال الحارس مع الأسف وانت تواجبوذ الحارس مش لهم مني غيخون الأمانة واجبوذ الحارس وانت تجم متربس يجن نيفيس متربس سي حنجاني مزيانا وانت أسف أنه يعتد أخو حنجاني مزيان وانت ترزي الوالدين سن الصبان لما الجراح سن وضأزان ضأزان ميثسن لأنه من يتعتبر يجن الخدش ديال الكبرياء انسان لانه الوالدين ما مش نسن تستحمل انا خاص نتعدي ذهني شخصيا وتستحمل بغيت نتعدي تختار ونسن وتسمى يعني بديت غير ما جا السؤال هذا مقرا واياكم الاعتداء حنجاني مزيان لانه الوالدين شحال ما تغوين مستامنين شحال ما تغوين مسالمين والا تقج اللحظه دورين تسمى يعني ديس ندير فوق الروح شني ديس داخل نسن سويني نقرا نتصبر الوالدين وحنجاره ان شاء الله ذي جنجور حذي التأم ان شاء الله ويمحضاني ذي نيقا ان شاء الله نتمنى المعنوية تنسنا تيري ذي المستوى ونسني تأثر بالحديثة ونتمنى ذي الإدارة المدرسة النية أتراج الدور نرفع المعنوية تزق محضانا وتجيبوا الحدثة موين تتيذي سني غضر زي يعني زي جهد نسن ونشي نسن باللي امتحانات تقطع على الأبواب نسن باللي ماريا تسمى السنة الدراسية سنة استثنائية ذي الخطر الكوفيد ذي الخطر الأمراض المتربصة ما ندقن الوحوش المتربصين يدخون الأمنة تخون الأمنة وانت تنور مذير بالحارس ذي الحامي وما مش قاني مصريين لقاش حاميها حراميها وانت مع الأسف وأثن السيف ذي خانة نيوذان عفانا الخانة الوحوش ذي وذني وغاجبوا الأخلاق أخلاق نسن متدنية مع الأسف وما مش نيغت تغزي الإدارة تقج مجهود ذا مقرنة بالدخ كي حنجانا ما عندو تحسن بوس الخوف ونتمنى ان شاء الله زي الوالدين وحنجار الضحيه هذه التأم الجراح نسن ونتمنى ان شاء الله زي الوالدين النغني هذا حول ما امكن اضحضان ثار ونسن زي الغرباء انت مثلا مؤخرا ذي تشورث يوذن غاسن السيكاتريس غومبوب شيخ مباب وصغ مزدوسين غاسن الوشم في قاز يوذن غرباء حتى يوذن يجن تسمى ودسن خسيت اتحفظ الخو انت فانه واحد جا مزيان يكسي في جنت خارج نقد عزيزي في السودومي سجن الطريقه يعني ماشي طبيعيه سوينين قارس ان شاء الله السطر والسطر والسطر وثقذهم